الكرة ترجع للمنتخب 85 دقيقة يا فضيحة فضيحة في تاريخ الكرة الإفريقية فضيحة في تاريخ الكرة الإفريقية حجرة الملابس الحكم لم ينزل طاقة المساعدين الحكم الرابع الوفد التونسي ضايع في ستاد ليبي إذا المباراة تنتهي رسميا يعني لحد الآن ليس هناك قرار حتى الحكم نفسه لم ينزل يعني الحكم مش فاهم شيء الحكم جاني سيكازوي المباراة تنتهي لمصلحة هو قرارات إنهاء المباراة بشكل غريب جدا من سيكازوي We'll be right back.